خالد الرحال هو نحات ورسام عراقي، يعد من أبرز رواد الحركة الفنية في العراق. وصف بأنه أحد أعمدة الفن العراقي الحديث، كان مسؤول عن تنفيذ بعض من أشهر معالم العاصمة بغداد الحبيبة، منها نصب الجندي المجهول، حيث أوصى أن يدفن قرب هذا المكان اللي هو الجندي المجهول بعد موته، وكان له ما أراد. لكن هذا الشاهد يكاد أن يكون منسياً صراحةً ومهملاً من قبل الجهات المسؤولة. مقطع فيديو راح نشوفه احنا وياكم يوضح مكان القبر، وأيضاً المطالبة بإعادة تأهيل هذا النصب الكبير في بغداد، وأيضاً فتحه أمام الناس للاستمتاع بجماليته. تعالوا احنا وياكم نشاهد هذا الفيديو. يلقد الفنان الكبير خالد الرحال النحات المعروف. طبعا هذا المكان كان مدفون، يعني هذا ما له شاهد ولا على اي شيء. عميد باسم ابو المراسيم دور بالخارطه مال المكان ولقى القبر، القبر بلا شاهد بس رتبها بالترتيب يعني. وهو يلقد قرب النصب العظيم اللي سواه نصب الجندي المجهول في بغداد. هذا النصب وهذا القبر. أتمنى وزارة الثقافة تجي.